أشيرت في صنعاء الهيئة الوطنية الشبابية الرياضية لمواجهة العدوان التي تهدف إلى إنعاش الحياة الرياضية في ظل استمرار العدوان وقصفه الملاعب والأندية الرياضية. ولادة جديدة ومسمى جديد يلد في أمانة العاصمة ليعم اسمه كل الجمهورية بعد فترة تحمل وصبر اقتربت من 9 أشهر على أوجاع العدوان. الهيئة الوطنية الشبابية الرياضية للتصدي للعدوان أشيرت لتعزز الهوية الوطنية والولاء الوطني في أوساط الشباب والرياضيين. جبهة أو تكتل لمواجهة أو التصدي للعدوان يعمل أيضا للحفاظ على ما تبقى من المنشآت الرياضية التي استهدف العدوان وتشكيل رأي عام رغم أنه مشكل أساسا، بس لكن هناك يجب أن يكون هناك خطوات عملية فيها للهيئة لا تكتفي بالإشهار فقط. الأضرار الناجمة عن استهداف العدوان للمنشآت الرياضية كانت أكثر بكثير من حلم الشباب في اليمن في إبقاء متنفسا لهم في المجال الرياضي، والذي استوجب على المعنيين بالرياضة السعي إلى التصدي لمثل هكذا عدوان. ينتظر من الشباب دور كبير، والشباب موجود وهم يمثلون ثلثي الحاضر بل 3/4 الحاضر وكل المستقبل، والعدوان يستهدف المستقبل، والمستقبل هم أنتم الشباب ولا غيركم، فقد طال العدوان المدرسة والملعب الرياضي والمنشأة الشبابية والجامعة وروضة الأطفال والبيوت واستهدف كل الناس واستهدف كل مقوم من مقومات الحياة. عادات ومسميات يكتسبها الواقع اليمني يوما بعد يوم من استمرار العدوان، وبها يزداد الشباب صلابة لمواجهة صلفه مهما استمر في بغي على اليمن. هذه الجبهة الوطنية الجديدة التي تضم إلى قوام عدد من جبهات الصمود والتصدي للعدوان الغاشم في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية التي بادرت طلائع من أبناء هذا الوطن المعطاء لتشكيلها كعطر أهلية شعبية مساندة للجهود الرسمية الوطنية المواجهة للعدوان الغاشم. إحياء لما حاول العدوان أن يميته في قلب الرياضيين، برامج وفعاليات سيتم عقدها في كل مكان قصفه العدوان ليعلن الرياضيين استمرار الرياضة مهما كان الثمن. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء. للأسبوع الثاني تواليا يواصلوا في البيضاء.